اليوم موجودين بجمعية إنعاش الأسرة، هالجمعية الفلسطينية اللي بتطلق بكل عام بهذا الوقت مبادرة فطر جارك. هاي الحملة من شأنها إنها تقوم بمساعدة الأحوج وثم الأحوج من خلال هالوجبات الغذائية، وعم بيوزع ما يقارب 700 وجبة باليوم ما بين غزة وبين الضفة الغربية. معاي الأستاذة سوسن العمور وهي أمين سر جمعية إنعاش الأسرة الفلسطينية، أهلا وسهلا فيك معنا. بالبداية حابة أسألك، شو اللي اختلف هذا العام بحملة فطر جارك؟ يسعد صباحك لينا، وشكراً على هذا اللقاء ولدعمكم لجمعية إنعاش الأسرة. في البداية بدي أقول لك، جمعية إنعاش الأسرة بتنظم حملة فطر جارك للسنة التاسعة على التوالي، وهي من أهداف جمعية إنعاش الأسرة الأساسية لدعم ومساندة صمود العائلات والأسر الفلسطينية. هدف الحملة إيصال وجبات رمضانية ساخنة على مائدة العائلات والأسر المحتاجة. ست سوسن، كيف آلية توزيع الطرود وقديش مهم كمان تشغيل الأيدي العاملة بالجمعية؟ صحيح لينا، إحنا في مطبخ جمعية إنعاش الأسرة، مطبخ زعفران، بنقوم بنعد تحضير الوجبات الرمضانية وبيجهزوها، وبعدين بتم توزيعها للعائلات والأسر المحتاجة. عندنا أسماء بجمعية إنعاش الأسرة بالدائرة الاجتماعية، بتم على أساسها، وهذه بتكون مدروسة ودائما بيكون لها بحث ميداني عشان نتأكد من وضعها. بتم توزيع الوجبات هذه عليهم بالشراكة مع مجموعات شبابية وتطوعية بتساعدنا برضه في التوزيع. وكمان إحنا بنحضر في مطبخ زعفران الوجبات هاي، برضه بنشغل أيدي عاملة وبنوفر لهم فرص عمل. بالنسبة للناس اللي حابة إنها تتبرع، كيف آلية التبرع؟ يعني قديش قيمة كل كوبون وآلية التبرع؟ لينا، قيمة الكوبون 25 شيكل، بيتم التبرع فيها إما بالحضور. أي وجبة؟ إيش مكان نوع الوجبة؟ لحمة، خضار، كل 25 عادة شيكل. إحنا بنعمل هيك، مثلا اليوم عاملين المندي، المندي وجبة الرز مع قطعة الدجاج ولبن وتمر 25 شيكل. إما بالقدوم للجمعية والتبرع في مقر الجمعية الكائن في البيرة، أو عبر الحسابات البنكية الموجودة أرقامها على صفحة الجمعية. طب هيك بنهاية لقائنا معك، إيش رسالتك؟ إيش رسالة الجمعية تحديداً إنه هالمرة الحملة اتسعت لحتى تشمل أيضاً أهلنا بغزة في ظل المأساة اللي عم بيعيشوها؟ رسالتنا لكل أهل الخير إنه هم دائماً داعميننا ومساندينا، بنتمنى إنهم يدعمونا أكثر السنة بسبب الظروف اللي بنمر فيها وبسبب الحرب اللي على قطاع غزة، يدعمونا أكثر ويساندونا، وكل الشكر طبعاً إلهم.